شاركت الفنانة القديرة منى واصف في خماسية لحظات ضمن مسلسل عن الهوى والجوى للمخرج فادي سليم في أول تعاون لها مع المؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني والإذاعي لتقدم شخصية العمة بوران، تلك المرأة المحبة والتي تساعد كل أفراد عائلتها ناشرة السعادة في كل محيطها. سيدة مالا متزوجة، عمة الكل، عمة الكبير وعمة الصغار، يقولوا لعمتي، عمتي بوران، بوران خانو. دورها بتدخل بمشاكل العيلة، يعني بتحاول تنقذها لسلمة من الشيء اللي هي عملته وهي صغيرة، إنه ما بدها تكون ما تتجوز أو ما تلاقي مصلحتها مع رجل متقدم لا يخطبها اللي هو قاسم بيك. طبعا ما بتنجح لانه في بالنهايه في حب بينتصر. في كثير ناس بحبوا يشوفوا خمس حلقات تنتهي يعني القصه بشكل ما، ويشوفوا غيرها مع ابطال ثانيين، يعني مع ممثلين ثانيين بقصه ثانيه. انا المؤسسه ما بقدر افصل عن التلفزيون، انا بنت التلفزيون السوري، يعني ما فينا، انا من جيل الستينات يعني، فما ما 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 باخذ هذا، يعني ما بفكر انه انا والله عم بشتغل مع المؤسسه كنوع من انه مساعده او شيء. لا، انا بنت التلفزيون والمؤسسه جزء من التلفزيون السوري، فشيء طبيعي. انا وصلت لعمر عم بشتغل الان للمزاج، يعني هذا شيء طبيعي. فلما بيكون المردود قليل مثلا انه عم بشتغل مع دوله، يعني هذا ما بتفرق معي ابدا. بالنسبه لبرا ربما بجوز تكون ماديا احسن، بس الشيء لازم تعرف انه برا، يعني اللي هي لبنان، كل التقنيين والمخرجين والنجوم سوريين. يعني مفروض انه كانت تكون عندنا شركات قويه اكثر تساهم بالانتاج اكثر. انا شفتها تاثرت كثير بالمقاطعه، هي المقاطعه ما لازم تتاثر اذا كان في عندنا شركات قويه بتنتج، حتى لو على مبدأ إنه في خسارة وربح، لأنه هذا إنتاج له علاقة بدولة، الدولة اللي هي سورية، وبعدين الأعمال السورية بالعالم العربي إلى وقعة، إلى وقعة وإلى احترامه. في شيء صار، لكن ما معناته إنه منوقف نحن ومنبكي على اللي صار، لا، منكمل. شيء طبيعي إنه نكمل بكل الظروف. يعني أنا من جيل المتمردات، يعني اللي دخلوا على الفن السوري قبل الستينات، ما كان في امرأة سورية تحمل هوية سورية فنانة. متفائلة بمستقبل الدراما السورية؟ أنا متفائلة، أنا أصلاً من النساء المتفائلات دائماً، يعني أنا بعرف إنه بكرة أحلى وبده يجي، ما بنوقف، ما في شيء بيوقف، الحياة ما بتوقف. على شو بنية تفاؤلك بما يخص الدراما السورية؟ بدها تكمل. شو يعني؟ في ناس عم يعملوا لهلأ بصمت، وفي ناس انشهروا وفي ناس لا. طبعا باني على انه نحن ناس مقاومين بشكل من الاشكال، مقاوم، ما الحياه بدها تستمر.